ستة، مصر راهنت على ترامب وكسبت الرهان. مصر كانت واضحة سواء في الإعلام أو المؤسسات السياسية إن هي بتراهن على وصول ترامب نتيجة اليأس من الحزب الديمقراطي سواء أوباما أو هيلاري كلينتون، وإن إحنا مهما نقعد نشرح ليهم مش هيستوعبوا اللي حصل هنا. كان الرئيس الأسبق حسني مبارك بيقول لأوباما مع إنك صغير ومش فاهم حاجة، وإذا أنا ما أعرفش حاجة في بلدك أنت كمان ما تعرفش حاجة في بلدي. وبعدين سقط نظام مبارك، إنما ظلت مصر السياسية طول الوقت ما عندها الثقة في الديمقراطيين، لا في أوباما ولا في هيلاري كلينتون. يمكن ده اللي خلى في رهان على ترامب أن يكون رئيسا لأمريكا. والرئيس السيسي له تصريح إيجابي بشأن ترامب، وكذلك لترامب تصريحات إيجابية بشأن الرئيس السيسي، ما جعل وسائل إعلام أجنبية تشير إلى احتمال أن يكون الوضع أفضل وأن يكون إزاء شرق أوسط جديد، لكنه ليس على النمط الذي أرادته هيلاري وأوباما.